وصلنا لفقرتنا الأخيرة بصباحنا غير معك يا سالي. ليا كثير ما بنسمع عن مرض التهاب الكبد وانتشاره بالآونة الأخيرة، لكن هالعدوى عامل أساسي في الإصابة بهذا المرض وخاصة لدى الأطفال، وهل يشكل عامل خطورة وما هي طرق علاجه؟ هالأسئلة رح يجاوبنا عنها الدكتور أحمد عباس، أخصائي في الأمراض الهضمية. أهلا وسهلا فيك ويسعد يا هلا صباحك. فيكم، صباح النور. صباح الخير دكتور، صباح يسعد الخيرات يا صباحك. هلا. بالبداية خلينا هيك أكثر نتعرف عن مرض التهاب الكبد، خلينا نتعرف على أنماطه لأنه له العديد من الأنماط، ولكن نحكي شوي عنه علميا يعني بالمنحى العلمي. هلا مثل ما تفضلتي، التهاب الكبد الحاد حتى هو أنماط متعددة. بنبلش في شيء اسمه التهاب كبد مناعي، التهاب كبد دوائي. هلا اللي شائع اكثر بهالفتره من السنه هو التهابات الكبد الفيروسيه، وحتى التهابات الكبد الفيروسيه عندنا عده انماط، اي وبي وسي ودي واي، صار عده فيروسات. الاشيع والاكثر واللي هو عندنا ببلادنا، نحن للاسف من البلاد الانديميك المستوطن عندنا المرض، هو الهيباتايتس اي، والفتره الماضيه هو اللي كان فتره عاده الذهبيه لحدوثه. هلا التهاب الكبد اي هو من الامراض التي تنتقل عن طريق الفم، عن طريق الطعام بشكل رئيسي. لهيك اشياء عند طلاب الطعام وحشود، يعني بيكون في عنا لهيك اشياء عند طلاب المدارس، صحيح دكتور. معسكرات، عادة معسكرات التدريب مثل الجيش، مثل معسكرات تدريب الجامعي، كشافة، ممكن حتى دور المسنين اللي فيها. هل لهيك هالنمط من العالم هن الأكثر تعرض للإصابة عادة، أطفال المسنين واللي عندهم تجمعات كبيرة وظروف صحية شوي سيئة، لأنه هو طرق العدوى الرئيسية هي قلة المناعة. لا، هو الأكل، الأكل والنظافة الشخصية. فلما بيكون الأكل منظيف وما في مجال لنظافة شخصية جيدة، فبتزيد نسب العدوى والإصابة. تمام. يعني دكتور مثل ما حكيت أنه هذا المرض ينتشر بين طلاب المدارس، بين التجمعات، خلينا نحكي كيف فينا نحد من انتشار هذا المرض. يعني أحيانا بينجبروا يقعدوا مع بعض ويأكلوا من بعض، كيف فينا نحن نعمل هيك كنترول لإلهم؟ تمام. هلا التوصيات هي اول شيء انه ما ناكل من بعض، يعني نحن نوصي اولادنا انه ما ناكل من بعض صراحه، لانه فتره العدوى بشكل رئيسي. هلا نحن اجمالا بس ظهرت الاعراض، الاهل والمدرسه كلهم بصيروا منتبهين، بس صار في عنا اللون اليرقاني والواضحة الأعراض، أصلا خفت العدوى. فترة العدوى الذهبية هي بالمرحلة ما قبل ظهور اليرقان، اللون اليرقاني، لأنه من أعراضه هو أول شيء ببلش مثل القريب العادي، تعب، وهن، الطفل أو الكبير يحس أنه ما له مروة، قلة شهية، قلة قابلية، شوية حرارة خفيفة، 5 أيام للأسبوع ليبلش المرحلة. فهو هالفترة هاي هي الفترة الذهبية للانتقال للعدوى. نعم. فنحن أول شغلة بدنا ننبه على أطفالنا أنه صراحة ما يأكلوا من حدا غيرهم لو كان مو واضح عليه أعراض الإصابة، هاي أول شغلة. الشيء الثاني ننبه عليهم، لأنه كمان الطرق العدوى عن طريق البراز بشكل رئيسي، انه لما يفوتوا على التواليت، بعد ما يفوتوا على التواليتات يغسلوا ايديهم بشكل جيد، ويفضل طبعا الصابون هو الطريقه المفضله للوقايه. فنحن نركز على النظافه الشخصيه للطفل او للكبير. موضوع انه ما ناكل، موضوع انه ما ناكل كمان لانه عندنا منتشره كثير الأطعمة البائعة المتجولين، وخصوصا هن بنقوا أصلا المدارس، بتلاقيهم قاعدين حوالي المدارس العربية، فما يأكلوا من الأكل اللي ما نون متأكدين أنه نظيف، وما نون، وخصوصا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، شغلات اللي ما بتنسوي ما بتنشوي، مايونيز، الأطعمة اللي غير قابلة للتعرض للحرارة،
والحرارة هي بتقتل الفيروس كمان. تماما دكتور. نعم دكتور، خلينا هيك شوي يمكن ننوه للأمهات، أي ملاحظة بتلاحظها على طفلة يمكن ببداية أعراض التهاب الكبد، الملاحظات الأولية اللي هي الملاحظات بتخليها، وشو هي الإسعافات يلي فيها تقوم للطفل للحد من يمكن تفاقم نسبة التهاب الكبد؟ هلا مثل ما حكينا من شوي، الأعراض الأولى عادة صراحة هي أعراض تشبه أي غريب. ما هي الفكرة، أنا كيف بدك تميز بين تمام، الجريب وبين أنا بقولها وبين للأهل، الصفار وبين تمام بقول لهم للأهل صراحة، لما بكون في عندي بيجونا أطفال بقول لهم صراحة راقبوا لي البول أول شغلة وقبل ما يصير اللون اليرقاني بالملتحم، ببلش اغمقاق لون البول، لون البول بصير غامق قريب للشايب، بقول لهم راقبوا لي حتى لو عم اللون. ياخذوا أدوية التهاب، يمكن أدوية حتى الالتهاب أو أدوية هلا الجريب كمان والفيتامينات كمان بتعمل لون غامق. هلا الفيتامين فقط الوحيد اللي ممكن يلون أحيانا، بعض الفيتامينات مو كثير، بس التهاب الكبد او اللون اليرقاني قبل ما يصير لون يرقاني بصير البول احمر، احمر قريب للشاي تقريبا، يعني في فرق كبير بين تلون بالدواء وبين الالتهاب الكبد، ما في مجال للخربطه. هون وقت فنحن بيراقبوا اول ما بنشوف اللون البول صار غامق لهالدرجه، لانه احيانا نقص السوائل ممكن يسبب لي صحيح اغمقاق بلون البول شوي، بس لا بالتهاب الكبد الحاد اللون بصير، انا بقول لهم مثل الشاي تماما، يعني ولو تماما انه دكتور. التشبيه مو حلو بس بصير لون احمر احمر. فهذا اول عرض يدفع الاهل انه يراجعوا الطبيب. الطبيب في عنا عده ملاحظات من للاهل كمان، يراقبوا وعي الطفل، لانه احيانا او مو احيانا بالافات الشديده والحالات الشديده بصير في عنا شيء اسمه التهاب كبد صاعق. التهاب الكبد الصاعق بيسوي لي شيء اسمه اعتلال دماغي كبدي، بصير الطفل او الشاب بصير في عنا خربطة بالحكي، بصير في عنا سيدي بالمراحل قبل تجاوز هذا المرض. يعني دكتور انت عم مثل ما حكيت حاليا انه لازم بس يشوفوا لون البول تمام، بس شافوا يراجعوا تمام، ايه ما ينطروا لهيدي المرحله اللي رح توصل للدماغ. اكيد ما ننطر تمام دكتور. نحن مثل ما بنعرف في عده طرق للعلاج حسب نوع للكبد، مثل العسل، مدري الدبس، ما بعرف، وفي شيء دواء، فخلينا نحكي عنه. حلو تمام. هلا حلو السؤال، لانه هي كثير خطا صراحه شائع تماما، يا ريت نوضح وعم نعاني منه كثير. هلا التهاب الكبد الحاد بكل انماطه ما عدا في البعض، يعني البي والسي طبعا هدلون في لهم معايير خاصة، الطبيب هو بحطها في بعض الأدوية النوعية اللي بتنعطى للفيروس ليحد من الفوعة. بس التهاب الكبد الأيل اللي هو الريقان اللي بصيب كل الأولاد الصغار واللي شائع عنا، العلاج الرئيسي له هو الرياحة، الراحة، والراحة بقلهم المطلقة، يعني حتى إذا في مجال يفوتوا معه على التواليت أنت أكبر قدر معلش لهالدرجة. الرياحة، الحمية ما لها أي دور، بالعكس تماما ثبتت التجربة. عنجد؟ إيه اللي عم ينحموا على الحلو بالمطلق، لأنه كان سابقا صراحة هالحكي دكتور هذا دكتور يعني أطرميزات، مو إنه إيه أطرميزات عسل، وبيجونا الأطفال مساكين كرهانين الدبس والعسل والمربى بعد المرض ما بقى ياكلوه تمام، بصير عندهم عقدة نفسية. وهذا الحكي كان من أكثر من 10 سنين صراحة كان مزبوط. نعم. كانوا الدراسات طبعا نحن بنبني على الدراسات أكيد. أنه كان الفكرة أنه نحن هاي الأغذية هي أغذية غنية بالحريرات وسهلة الهضم، بتريح للكبد وبتساهم بإعادة بناء الخلية الكبدية. ثبت بس أنه خطأ هذه النظرية جملة وتفصيلا، لأنه الخلية الكبدية لا ترجع تنبنى بشكل سريع وسليم ما بكفيها الحلو الحريرات، بدها بروتينات، بدها مواد تانية. أمور أكيد تمام، فلهيك أنا ما بحمي أصلا، أعاني من هاي لهيك إن شاء الله لأنه ما بيجو تعمل تمام إن شاء بيجو الله. بيجو حبيباتي بوس إيده وبيضلوا احيانا في مرضى يومين وثلاثه، وهن
صحيح دكتور، ما نحمي على الحلو بده يتأكدوا. ايه متأكد دكتور انه هاي؟ والله عم يقولوا لي للأسف حتى في بعض الأطباء والصيادلة بيساهموا بنشر هالفكرة المغلوطة، انه والله الصيدلي قال لي لازم احميه، والله فلان، والله يا حبيبي هاي الحمية علميا يعني علميا باطلة تماما تماما. نعم. بياكل اصلا بمرحلة الأكيوت هيباتايتس بيكون طفل او حتى الكهل ما له نفس ياكل، فانت فوق انه فقدان الشهيه بتجبره على الحلو، على الحلو، فهو ما عاد ياكل نهائي، بنكون نحن اسأنا له. انا ما بحميه نهائي، الشيء الوحيد اللي بقول لهم ممكن نخفف منه هو الدسم الزايد والبيض. الدسم الزايد اجمالا، صفار البيض، القشطه، هالقصص هي اللي بدها املاح صفراويه لتهضمها، ممكن تسبب لي اعراض عسر هضم، نفخه، غازات، اسهالات. نعم. فلهيك انا بقول لهم خففوا شوي الدسم، بس ما ينحمى عن اي شيء. الله يبعده لالتهاب الكبد عن الكل. آمين. وان شاء الله ما حدا بينصاب فيه. ودكتور احمد نحن كثير بدنا نتشكرك، وشكرا يمكن على كل المعلومات يلي قدمت لنا اياها. اكيد شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم.